خليه اتفضل. اهلا يا دكتور. عشان تعرف بس انك نجم وحشتني يا شاعر. اتصلت بيك كذا مره وانا عبرتني. انت قونطي وهتفضل طول عمرك قونطي. لا احنا في قناة الالتزام. استنى فاروق. مش هيعدي. تصدقوا اقصى ما كنت اتمنى ان اشوفكم انتوا الاثنين النهارده. اتفضل اتفضل. لا استناني قبل ما تقعد اسمع الكلمتين دول. انا بقيت بيزنس مان رجل اعمال، الكلام عندي بفلوس. انت هتعمل برنامج في القناه بتاعت الجدع ده وانا هنتجهولك وابقى الراعي الرسمي. انتهى. برنامج ايه بس يا فاروق؟ انا في ايه ولا في ايه؟ انا في كارثه سودا يا اخوانا. مصطفى يا هلالي مفيش كوارث وانت معانا. وانا بتجيني الكوارث غير وانا معاكو. مالك يا هلالي؟ شكلك متضايق بجد. فاكرين يوم 11 سبتمبر سنة 1984؟ 1984؟ احنا صحيح بنعمل عندنا مسابقات في القناة بس ما تبقى صعبة كده. مبدئيا ده يوم عيد ميلادي وانا الوحيد في العالم اللي بتفائل بالتاريخ ده. انت طبعا فاكر سعاد الصيفي. سعاد الصيفي الرقاصة؟ اه طبعا فاكر. امال سعاد الصيفي ب 11 سبتمبر؟ ب 11 سبتمبر ده كان اليوم الاسود اللي انا سمعت كلامكم ورحت معاكم الكباريه يوم عيد ميلاد البيه. ايوه ايه اللي فكرك بالحكايه دي؟ هي اللي جاتني. شفتها في ايه؟ في الحزب. سعاد الصيفي جات لك انت؟ ايوه تجيله هو، ما تجيلوش ليه؟ هو ده شويه ما هو نجم لامع اهو. يا عيني على سعاد الصيفي، حته مزه وتن في الحكايه. فاكر يا عمرو ايام السهلله؟ يا سلام على ايام السهلله. القنبله القنبله. بس يا فندم هو اللي بهزر. انا بتكلم جد. لا يا دكتور، في حد يتضايق برضه لما يشوف سعاد الصيفي؟ سعاد الصيفي جات لي امبارح بالليل الحزب، جابت لي الصوره دي. صوره مين دي؟ دي فيها منها، دي بنتها؟ ما فيهاش شبه من حد تاني. حد تاني زي مين يعني؟ بتقول انها بنتي. ايه؟ بنتك ده ايه؟ لا دي مجنونه بتتبلى عليك اكيد. وبتقول لك كده ليه؟ عايزه منك ايه؟ مش عايزه اي حاجه، ما هو ده اللي مجنني. انا بس عايزكم تجاوبوني على حاجه واحده. انا بيتت معاها ليلتها ولا لا؟ انا خلصت يا عمرو. سوري يا مستر عمرو، حضرتك ما ولعتش اللمبه الحمراء. اصل ايه؟ انا من فرحتي بالدكتور مصطفى نسيت اقول لهم يولعوها. دكتور مصطفى مش معقول. بعد اذنك يا مستر عمرو، ممكن استضيفك في حلقه من برنامجي، هتبقى حلقه هايله. الانسه جيهان من احسن المذيعات عندنا في القناه. طب يا جيهان اوكي، انا هعمل لينك مع الدكتور. اتفضل. بقول لك ايه، روحي دلوقتي ولا اقول لك روحي وانا اتصل بيكي؟ لا هنتظر في الاستراحه. ليش بقيت ليه ولا لا يا عم؟ هو احنا كنا دارين بروحنا بنعمل ايه؟ وبعدين دي كانت اول مره تشرب فيها حشيش. حشيش؟ ها انا شربت حشيش يا ابني؟ انا عمري ما شربت سجاير، هشرب حشيش؟ خلاص يا دكتور خلاص، ما تقلقش قوي كده. انت يا سيدي ما شربتش حشيش. الله، ايه يا سيدي في ايه؟ خلاص. اه طبعا انا عمري ما شربت معاكم غير قرفه ساده. ايوه ما هالقرفه كان فيها حشيش. قالوا لي يا جبارك صوره بنت وعايزه تلبسها لك. ما تاخدش الحكايه دي باستخفاف، المساله دي مش سهله. ما تكبرش الموضوع قوي، انا اصلا مش شايف فيها مشكله. مش شايف مشكله ازاي؟ لما هي مش عايزه منك حاجه جايه لك ليه؟ عايزه اقف جنب البنت اخد بالي منها. طب ما تاخد بالك منها، ما انت بتعمل الكلام ده مع ناس كتير قوي في البرنامج بتاعك، هيحصل ايه يعني؟ يا عمرو لما اقف جنب البنت وانا عارف من جوايا ان انا ابوها غير لما اقف جنب اي بنت غريبه. وايه الفرق؟ مفيش مشكله، ما هي 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 هي. ازاي؟ انت عارف البنت دي لو طلعت بنتي هتبقى دي غلطه عمر اللي مش هقدر اصلحها.
طيب ما تحاول تتاكد. اتاكد ازاي؟ اعمل التحليل بتاع الدي ان ايه ده. دي ان ايه ايه وبتاع ايه يا فاروق؟ دي مصر كلها هتعرف، والراجل هتبقى فضحته الجلاجل، وبعدين ندخل على انتخابات. اسمع يا عمر، انت كنت قريب منها قوي، انت اللي هتقدر تجاوبني. اجاوبك على ايه؟ انا لما نمت عند الست دي حصل بينا حاجه. حصل ازاي؟ وانت كنت معانا؟ ايوه، لان انا سالتك تاني وقلت لك عملت ايه يا دكتور؟ قلت لي سويت الهوائل. انت انسان طيب قوي على فكره، دي اول مره اقابل فيها حد يكلمني ويحسسني اني بني ادم ليها مشاعر واحاسيس. بتفشخر. يعني كنت اقول لكم ايه؟ كنت هتفضحوني، هتمسكوني التريقه، وانتوا كل واحد فيكم له مصايبه، انا الوحيد اللي ماليش علاقه غير بمراتي. ما هو من خيبتك. استنى يا عمر، استنى. اسمع يا درش، انا فعلا افتكرت، انت ليلتها بيت عندها فعلا، حتى مراتك كانت قلبه الدنيا عليك وكلمتني بالتليفون وقلت لها انك كنت بايت عند عمرو الصفت. انا ايه اللي نايمني هنا؟ سعاد كمان سألت عليك كذا مرة، وقلت لها انك سافرت انت والمدام.